صبيا بأحلامها الجبلات لاقيني، صبيا بأحلامها تحتفي بصفات الحسن في عين، تجمعت في صباحات مباهجها وعانقتني من روضها غرد العصفور تهجا ومازج الفل انفاس الرياحين ومازج الفل انفاس تميزت في التفوق الدراسي ومثلت إدارة تعليم صبية بجائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام من دول الخليج، وحققت فيها المركز الأول على مستوى وزارة التعليم. النشيد الوطني سائرين المجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلم عاش الملك للعلم والوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. جسمي صبيا بخديك سكن وبلغت من أوصافه أعلى الرتب للمجد والإنجاز ألف حكاية لبست بها صبيا قلائد من ذهب وصباح صبيا مسفر بوجودكم ملأت ملامحه الوضاءة والطرب. هنا صبيا ومن مثل صبيا وهي تعانق المجد بكم وتكتسي حلة البهاء لكم وتروي قصص
الجودة تجعل منسوبيها يساهمون بفاعلية في تحقيق رؤية الوطن 2030. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة وكيل أمارة منطقة جازان الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، سعادة محافظ محافظة صبيا الدكتور سلطان العجمي بن مناخر، أصحاب السعادة والفضيلة حفرنا البهيج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام موشح بباقات الورد تفوح منه عصائب الفل والكاري، سلام على وطن التميز والمتميزين. بدأنا وكان يظن بنا انكسار، فأظهرنا لهذا الكون أن أولو مجد وعز وافتخار. لنا الأولى من الزمن القديم، ومجد بلادنا مجد عريق لا يضار. بنى عبد العزيز لنا قصور مجد على ظهر الغمام فلا ننال. أين كنا وأين أصبحنا؟ فضل من الله تجلى علينا، تسوسه رؤية حكيمة من قيادة كريمة، تسابق الزمن لتنهض بالوطن مكانه وإنسانه. وها هي الدنيا بأسرها لا يغيب عن محافل تميزها أبناء هذا الوطن، ففي كل يوم ترفع رايتنا في محفل لتقول للكون أجمع أننا قادمون. لك أوقفنا الليالي والصباح، ونسينا أن في الدنيا ملاحا. مسنا لون بعينيك فريد لم يكن يعرف إلا الاجتياح. أينما سرت كأن الكون خال، طرفك الساهي عن الناس أشاح. من ربى جازان أعلام تجلت، تسكن العلياء علما وصلاحا. وعلى صبيا نجوم قد تسامت، سير تروي على الجيل الفلاحا. في خطاهم قد سطعتم باقتدار، واكتسحتم أسطر الضوء اكتساحا. كل هذا الحفل لا يكفي احتفاء، كل هذا الحرف لا يكفي امتداحا. مرحبا صبياء قالتها، ليبقى كلها يسبق بالحب البطاحا. من مدير يرسم التطوير نهجا، مد للترحاب والتقدير راحا. كل تكريم له تأثير سحر، لغة تمتد في الآت اصطلاحا. توجوا للعلم والإبداع فيه، ألبسوا أسماءه الأولى وشاحا. رحلة التميز رحلة ممتعة ومفيدة، فهي تحفز العاملين في الميدان التعليمي، وتوحد الجهود، وتنظم العمل وتجوده التطوير. وأيضا إن هذه الجائزة تسعى للرقي بالتعليم في الميدان التربوي، مما ساهمت في إحداث تغيير كبير جدا في النتائج لدى طلابنا بالمدرسة. حصولي على جائزة التميز هو ثمرة للتصميم والصبر، وأرجو من الله أن أسهم في الارتقاء بجودة التعليم. طموحنا المشاركة محليا وأقليميا، وصنع بصمة تتخطى حدود المكان والزمان. سخرت إمكانياتي المتوفرة لتحقيق جائزة التميز التي تبث روح التنافس الإيجابي بين الطلاب لحصد التفوق والإبداع. جائزة التميز أثرت بشكل كبير على المدرسة، أظهرت مستوى عالي من الرغبة في تحسين العمل المستمر وتجريده، العمل كفريق بروح الجسد الواحد مع تبادل الخبرات والسعي لتنمية القدرات والمهارات. صبيا بأحلامها الجذلات تلاقيني، صبيا بأحلامها
تجمعت في صباحات مباهجها وعانقتني بأحلام البساتين من روضها غرد العصفور مبتهجا ومازج الفل أنفاس الرياحين ومازج الفل أنفاس الرياحين امنحينا من حروف العشق معا واسفينا وتجفيفها بواسطة الروبوت. الأستاذ جابر بن محمد المالكي المشرف على الفائز بجائزة أفضل مخترع على مستوى قارة آسيا. الفائز بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في الدورة الثالثة. الطالب الحسن بن علي أحمد جعفري الحاصل على المركز الأول بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره. البراء بن علي أحمد جعفري الحاصل على المركز الثالث بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في الدورة الثالثة والثلاثين. لقد منحت إدارة التعليم صبيا عنايتها بالمتميزين والمتميزات وأخذت بأيديهم نحو التميز والإبداع، فجاءوا أقمارا تتسامى ونجوما تتلالى، وكانوا على فئات متنوعة لهذا العام عام 43 و400 ألف للهجرة